السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحخام الحنان ميلر. اليوم بدي أحكي معكم عن النبي المهمل. من هو النبي المهمل؟ هو النبي الثاني في سلسلة الآباء، نحن نسميهم الآباء في التراث اليهودي. هو النبي الذي ضحكت أمه عندما سمعت خبر ولادته، هو سيدنا إسحاق. ففي القرآن الكريم لا نعلم تقريبا شيء عنه، ولكن في اليهودية هناك تفاصيل أكثر عن حياته، فخليكم معي لتكتشفوا عن سيدنا إسحاق. سيدنا إسحاق مذكور في القرآن 15 مرة فقط. في سورة الصافات يسمى نبيا من الصالحين، ولكن لا نعلم شيء عن شخصيته، عن أعماله، عن حياته. في التوراة أيضا سيدنا يعقوب مكانته هامشية مقارنة بسيدنا إبراهيم عليه السلام أبوه، وبسيدنا يعقوب أو إسرائيل ابنه. فسيدنا إسحاق موجود بين البينين. أولا لنبدأ بمعنى اسمه، فكلمة إسحاق مكتوبة باللغة العبرية بحرف الصاد إتخاك، فمعنى كلمة تخاك باللغة العبرية هي ضحكة، مثل اللغة العربية ضحكة. فقصة الضحك مذكورة في القرآن في سورة هود، عندما سمعت أمه سارة البشرى عن ولادته ضحكت. فسبب الضحك في القرآن غير واضح تماما، هناك تفسيرات مختلفة بأنها اكتشفت أن الملائكة الذين بشروا بولادته غير معتدين وغير خطرين، أو أن كانت هناك معجزة، ولكن في التوراة السبب واضح جدا. أمنا سارة كانت كبيرة بالسن ولم يكن بإمكانها أن تلد، فهذه المعجزة التي حدثت بالبشرى عن ولادة ابن أول لستنا سارة هي التي خلتها تضحك. سيدنا إسحاق يولد لسيدنا إبراهيم حسب الرواية التوراتية في 100 من عمره، يعني عندما يصل سيدنا إبراهيم إلى سن 100 وزوجته سارة إلى سن 90، فهو حسب التوراة يعيش، يعني إسحاق يعيش حتى 180 من عمره، حتى جيل 180. فهذه هي الأعمار تقريبا للشخصيات التوراتية. أكبر حادثة طبعا في حياة إسحاق هي المحنة في الأضحية، عندما أمر الله سيدنا إبراهيم بتضحية ابنه. فهذه الصدمة التي تقريبا لم نسمع شيء فيها عن رد فعل إسحاق أو عن كلام بينه وبين أبوه، هو الذي كما يبدو أثر على بقية حياته، على مسار حياته في المستقبل. فالصفة الأساسية لسيدنا إسحاق هي شخصية سلبية، يعني شخصية لا تقوم بأفعال بأعمال مثل أبوه وابنه، وإنما دائما ترد. مثلا عندما يذهب مع أبوه إلى الجبل ليذبح لا يتحدث كثيرا، عندما يقرر أبوه أن يتزوج، أن يزوج ابنه إسحاق، أبوه إبراهيم يرسل عبده إليعزر إلى منطقة بعيدة إلى حاران ليأخذ من هناك بنت مرأة لابنه، سيدنا إسحاق لا يتدخل. عندما يحفر سيدنا إسحاق آبار في منطقة الفلسطينيين أو بلشتيم، هو يسمي هذه الآبار نفس الأسماء الذي سماهم أبوه، فلا يختلف كثيرا عن أبوه ولا يميز نفسه. أنا ذكرت قصة الفلسطينيين، فسيدنا إسحاق كما يبدو هو أول شخصية توراتية تعمل اتفاق سلام بينه وبين جيرانه الفلسطينيين أو البلشتيم. فالقصة كالتالي، وهي مكتوبة في سفر التكوين الإصحاح 26، هناك مجاعة في أرض كنعان، فسيدنا إسحاق ينوي الذهاب إلى مصر
ليعيش هناك، فيقف في مدينة اسمها جرار أو جغار في المنطقة الفلسطينية داخل الأرض، ويقول له الله ابقى في الأرض، لا تذهب إلى مصر، ابقى خليك في الأرض. فسيدنا إسحاق يبدأ بعمل زراعي ويحفر آبار، وكل مرة يحتك ويواجه صعوبات من قبل رعاة الملك هناك أبي مالك، فهو يبتعد كل مرة عن مكان الاحتكاك حتى يصل في النهاية إلى مدينة بير السبع وهناك يستقر. ولكن عندما يرى الملك نجاح سيدنا إسحاق في الزراعة وفي الاقتصاد يعمل معه صلح، يتصالح معه ويأتي إليه مع وزير دفاعه بيكول ومع وفد. وسيدنا إسحاق أولا يتفاجأ من هذه الخطوة ثم يعمل له وليمة، وهكذا نفهم أن كانت هناك مصالحة أو صلح بين سيدنا إسحاق وبين هذا الملك أبي مالك. قصة إضافية مثيرة للاهتمام موجودة في التلمود، قصة من قصص الأنبياء. وحسب تفسير التلمود سيدنا إسحاق هو الذي أسس الصلاة الثانية اليومية في اليهودية، هي صلاة المغرب أو منخاء. كيف نعلم ذلك أو كيف يعلم التلمود ذلك؟ هناك آية في التوراة تقول التالي: وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء. قبل أن يتعرف سيدنا إسحاق عن زوجته ربكة هو يخرج ليتأمل في الحقل قبل غروب الشمس، فمن هنا فهم الحاخامات أنه هو الذي أسس صلاة المغرب كما أبو سيدنا إبراهيم أسس صلاة الفجر، وكما ابنه سيدنا يعقوب أسس صلاة العشاء. نهاية حياة سيدنا إسحاق حزينة إلى حد كبير، هو يفقد بصره، وبعد ولادة التوأمين أولا عيسى أو عساف وبعدين يعقوب، سيدنا إسحاق يفضل الابن البكر عيسى بينما امرأته رفكة تفضل يعقوب، فهناك صراع خفي. إسحاق يميل إلى عساف المقاتل الشرس الصياد، ورفكة تميل إلى الابن الأصغر الذي يبقى في البيت يدرس وهو سيدنا يعقوب. فعندما يفقد بصره يبارك سيدنا إسحاق الابن الصغير سيدنا يعقوب بالبركة التي كان يوجه أو ينوي إعطاها لعيسى. فهذا الخداع يعني الموصوف في التوراة من سيدنا يعقوب هو علامة في نهاية حياة سيدنا إسحاق وتقريبا آخر رواية نسمع عنه. صفة إسحاق كشخصية بالتوراة موصوفة بالورع أو المخافة، دائما نرى شخصية خائفة تبتعد عن الصراع وعن الاحتكاك وتكون يعني موجهة إلى الذات وإلى السلم ودائما يبتعد عن الأعداء وعن الاحتكاك. هذه هي أهم المحطات في حياة سيدنا إسحاق. أتمنى أنكم تعلمتم شيء جديد عن نبي مهم من أنبياء بني إسرائيل أو من أنبياء التوراة. فإذا في عندكم أسئلة إضافية لا تترددوا وابعثوا لي إياها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا الإعجاب والمتابعة. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم ودمتم في أمان الله.